عبد الله الشاطر. المشكل اللي طحت فيها اخوتي بانني تحكم عليا بالفبره بالفبره، وانا حاليا انا في ابني عشوائي، انتم كتشوفوا كاريا عشوائي، وتنزلت انا من دون السكينه لان هاد السيد هذا دعاني وخرجني من دون السكينه بحضور السلطات المحليه. شكون هو هاد السيد؟ هاد السيد مهدي ميسو. مهدي ميسو هو اللي واش هو مول الملك؟ هو اللي دعاني. واش مول الملك؟ مول الملك. مول الملك لانني هو اللي دعاني وحتى اللي ملك انا ديال الورثه جميعا، ولكن تحكم عليا بالابراغ، وانا دابا راني خرجت وما عنديش من غادي نمشي. دابا انتم كتشوفوا الحاله كيفاش دايره. واخا انت قلت لي ديال الورثه، يعني انت وارث منهم؟ لا انا ما وارث، انا عيل ساكن، انا كان الاب ديالي هنايا والام ديالي هنايا وولادي تزادوا هنا، حيت حنا بني عشوائي، حنا في كاريان، حيت ما كاينش عيب وحدي، كاين واحد المجموعة ديال السكينة ديال البرارك من أيامات قيلنص بني العشوائي، ولكن حنا من داك اللي ضارب 100 عام كاين اللي ضارب 70 عام، أنا ضارب تقريبا 70 عام، لأن الأب ديالي ميت هنا والأم ديالي ميتة هنا، وخا أنا ما في عمري 70 عام، ولكن الأم ديالي هنا والأب ديالي هنا ميتين هنا. إيوا هذا هو المشكل اللي طحت فيه أنا. شنو هما الإجراءات اللي قمتي بهم أنت؟ الاجراءات درت الشكايه للسيد العامل والشكايه للمديريه التسكن والتعمير، ودارت واحد اللجنه ودارت واحد التقرير بحضور السلطات المحليه اللي منهم القيد ومنهم الباشا ومنهم رئيس الدائره ومنهم امر من السيد العامل، ودابا راه المشكل مطروح على وزاره التسكن والتعمير. شنو كان الجواب ديالهم؟ باقي الجواب ما جاش من وزاره التسكن والتعمير، ما كانش عندك كيقول لك باقي ما جاش الجواب من وزاره التسكن والتعمير، وانا دابا انا مشرد انا وولادي. ما فين غتمشي دابا؟ ما عنديش من غادي نمشي، انا دابا غنسكن في الشمس الزرقاء. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي جوج ديال الوليدات. المهنة ديالك؟ المهنة ديالي خياطة. وليداتك؟ وليدات وليدات عندي باقيين كيقراو. وليدات باقيين كيقراو، والحالة ضعيفة. وما عنديش أخي فين غادي نمشي، ما عنديش أستاذ فين غادي نمشي، أنت كتشوف. لو كان عندي ما غاديش نخرج للزرقاء، ما غاديش نخرج لهذا الإعلام هذا بحال ما هكا اليوم، ذاك الله اللي مطالع بيا. ما عنديش غادي نمشي، لأن جا هاد الشيء على غفلة وما ما كنتش حاسب ليها، ولا اله الا الله وصافي هادشي اللي كاين. سولتك على قبل بالنسبه لهذا الافراغ، هذا توصلتي بشي انذار؟ توصلت بالانذار ودرت طلب استعطافي على اساس باش يديروا لي واحد الاجال فين نستافد، ولكن طرفت لي ذاك الاجال، طرفت لي برئاسه السيد رئيس المحكمه، رفض لي الطلب وطبق عليا الافراغ. جات السلطات المحلية اليوم نهار 11/7، ودابا وقفت لي السلطات المحلية، خرجوا لي حوايجي وانا دابا انا خرجت، ما عندي ما ندير، القانون فوق الجميع، ولكن انا ما عنديش. بطبيعة الحال القانون فوق الجميع، وكان حكم قضائي باسم جلالة الملك، يعني نعم يعني خاصو يتحترم. نعم خاصو يتحترم، وانا ولكن انا احترمت هذا الحكم ديال صاحب الجلالة، واحترمت القوة العمومية، واحترمت جميع السلطات المحلية، ولكن انا كنطلب يراعي الظروف ديالي الاجتماعيه، لان ما عنديش من غادي نمشي، انا ما عنديش من غادي نمشي، والله اللي مطالع بيا. انا دابا غنبقى في الزنقه، انا دابا غنعيش في الزنقه، دابا انا وولادي غادي نتشرد، انا ووليداتي فين غادي نمشي؟ وانا من دون السكان، كاين واحد المجموعه ديال السكان وحضور السلطات المحليه، راه كتشوف بعينها بلي راه كاين السكان جميعا، ولكن انا بوحدي تعزلت من دون السكان. اشنو ذنبي انايا؟ ما عرفتش اشنو ذنبي انايا. هذا هو اللي كاين، كاين غير نزاع وقع بيني وبين هذا السيد هذا، وتطورت لهذ الدرجه هذه، ودابا داروا لي الافراغ، هذا الشيء اللي كاين هو هذا، عندي بيرمي دابيتي ديال الضوء المدني بسميتي، مده ديال الزمنيه وانا ساكن هنايا، مده ديال الزواج عندي 30 عام ديال الزواج، ما عرفتش انا شنو، ما عرفتش من غادي نعطي، ما عرفتش من غادي نتوجه. المهم هذا الملك تواصلتي، حاولتي تتواصل معاه بطريقه حبيه؟ تواصلت معهم بطريقه حبيه وبحضور عن السلطه، ويعني باش تدخل تدخل حبي، ولكن ما بغاوش، رفضوا لي الطلب، قال لك انت بغيناك تخوي خاصك تخوي، هذا الشيء اللي كان طلبته معايا على 15 يوم ما بغاوش يعطوها لي، 15 يوم طلبتهم على اساس فين غير ديباني راسي وفين سميتو، غير باش يعاونني شي بوحسين ولا شي حاجه، ما لقيتش والو، ما عطاونيش، قالوا لي دابا تخرج. والسلطات المحلية قالوا لي ها هو إلا بغا يتعاون معاك السيد ها هو، إلا ما بغاش يتعاون معاك راه ما عندنا ما نديرو لك. من طبيعة حتى هو غير عبد المأمور. تماما أنا احترمت القرارات ديالهم، وأنا تحت القرارات ديال الحكومة ديال صاحب الجلالة،
ولكن انا راه ما عنديش من غادي نمشي. انا بغيت الدوله تراعي الحاله الاجتماعيه، راه ماشي غير انا، راه واحد الساكنه، راه واحد مجموعه ديال السكان هنايا. انا وقع لي هذا المشكل، غدا غادي يوقع الاخر، وغدا غادي يوقع الاخر، وغدا غادي يوقع الاخر، غادي تشردوا عائلات غادي تشردوا بسبب هكا، بسبب الضعف، بسبب الكاريان، بسبب البني العشوائي. لان شحال وحنا كننتظروا، راه ماشي جيت غير البارح انا ودرت براكه، ولا جيت غير البارح ودرت براكه، رانا ببراقيه، راه ولادي زايدين هنا، راه انايا كبرت هنا وزدت هنا، وبا ميت هنا، والام ديالي ميته هنا، وكاينه وثائق كتبت لي هذا الشيء، كاين عندي الادله، عندي الادله كتبت لي هذا الشيء. انا كنتظر استفاده من زمان، ولكن لحد الان ما كاينه حتى شي حاجه. انا دابا تعرضت للتشرد انا ووليداتي، فين غادي نمشي؟ واخا سولتك هاد الارض هذه اللي فيها هاد البني اللي ساكن فيه انت، واش تابع القيلز ولا تابع ملك شي واحد اخر؟ تابع حي قيلز، راه عندي تابع حي قيلز، لان عندي لاطات وعندي الوراق والوثائق كلهم في حي قيلز. عندي الوثائق حي قيلز، عندي الوثائق لاكارت فيها حي قيلز، لاكارت فيها حي قيلز، الحاله المدنيه فيها حي قيلز، الوثائق كلهم عندهم في حي قيلز، الوثائق ديال كامل كيدلوا بانني نفس لادريس ديال حي قيلز. حي قيلز حيد عطاوهم وحنا بقينا هنايا. حنا بقينا هنا كنتظروا، حتى شي حاجة ما كاينة. شنو هي رسالتك الأخيرة بغيت توجه؟ رسالتي الأخيرة كنوجهها لصاحب الجلالة سيدنا، يتدخل ليا في هذا الأمر، لأنني راني غنتشرد أنا ووليداتي. ورسالة كنوجهها للسيد العامل صاحب الجلالة اللي كيمثل صاحب الجلالة، لأن راه كنمشي للعمالة، مشيت ما هي مرة، مشيت ما هي جوج، ولكن لحد الآن رانا باقي كنتظر. هما كينتظروا الجواب ديال وزارة السكن والتعمير اللي كتبوا ليها، ولكن أنا تعرضت للتشرد دابا. هذاك الشيء ما بقى عندي واش غادي ينفعني ديال الرباط، ما عندوش واش غادي ينفعني. أنا دابا عايش في الزنقة، فين غادي نمشي؟ فين غنمشي أنا ووليداتي؟ فين غادي نمشي لحد الآن دابا فين غادي نمشي؟ راه الله اللي مطالع بيا، وجزاكم الله خير، الله يرحم والدين. دابا شنو كتشوف فين غادي تمشي دابا أنت؟ أنا دابا ما عنديش شنو غادي نمشي أستاذ، أنا دابا ما عنديش شنو غادي نمشي، غادي نبقى أنا في الزنقة كنشوف شنو غادي شنو ربي شنو غادي يدير لي، ما عنديش شنو غادي نمشي، ما نكذبش، أنا غادي نبات هنا وغادي نبرك هنا حتى نشوف شنو غادي يوقع لي، لأن ما عنديش شنو غادي نمشي، الله اللي مطالع بيا. واخا، ممكن تعطينا رقم التليفون ديالك؟ مرحبا، الرقم ديالي 06 50 02 10 98. عاود الرقم. 06 50 02 10 98. من طبيعة الحال هذا رقم التليفون ديالك، كان بعض المحسنين بغاو يتعاونوا معك في سبيل الله ولا شي حاجة، فما فيها عيب، يتواصلوا معك. نعم. وشكرا على هذا التصريح.